السلام عليكم اعزائي التلاميذ والتلاميذات، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم الاستاذ محمد ياسين السهري. اذا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا للتمرين 12، السؤال الثاني اللي هو ادرس اتصال اف على دي دو اف. اذا في الفيديو اللي سبق اللي هو الفيديو 17، ودابا حنا في الفيديو 18. اذا كنا حددنا مجموعه التعريف، شفنا القاعده ديال مجموعه التعريف بهذه الداله هذه، صافي يعني عندها قاعده ديالها بحديثه مزيان. اذا فاش كنا حددنا مجموعه التعريف دي اف، دونك شنو كتعطاتنا؟ كتعطاتنا اخ، صافي. دابا شنو غادي نعملو؟ غنحاولو نخرجو السؤال الثاني. نوصل هادشي هذا، غادي نجي هنايا مزيان باش مبقاناش داكشي كامل مسجل. دابا الا رجعنا هايدا، اذا السؤال الاولاني كنا خرجنا، يعني نعملو مثلا سؤال واحد ياك، وغادي نعملو هنايا يعني ديجا خرجناه دي اف كتساوي هي اخ. دابا ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني كيقول لك ادرس اتصال اف على دي دو اف، يعني على اخ، واضح؟ يعني اي تي دي لا كونتينيتي دي اف اون دي اف. دابا هنايا خصك ترد لي بان واحد المساله، لاحظ معايا مزيان هنا شنو غادي يوقع. شوف انت عندك الداله الاولانيه مشات ديرو بعدا كيبقاي تخبى. اذا دابا انت عندك الداله الاولانيه، شكون المجال ديالها؟ المجال ديالها هو واحد، هو اللي كنا رمزنا في الفيديو السابق باي واحد، وهاد الداله المجال ديالها هي اي جوج، يعني كنا رمزنا لها في الفيديو السابق باي جوج. اذا غادي نحاولوا ندرسوا الاتصال بهاد الداله اف على المجال اي واحد، صافي. وموراها غادي نمشيو ندرسوا الاتصال بالداله اف فاش هاد المجال اي جوج. صابري معايا الخط ولا لا؟ اذا هاد الداله نحاولوا ندرسوا لها الاتصال ديالها على هاد المجال هذا اللي سميناه اي واحد، وعنمشيو ندرسوا الاتصال هاد الداله الثانيه على المجال ديالها اللي هو اي جوج. وموراها هذه الخطوه الاولى، هذه الخطوه الثانيه، وموراها في الخطوه الثالثه عنمشيو ندرسوا الاتصال في النقطه ناقص واحد. علاش في النقطه ناقص واحد؟ حيتاش ناقص واحد هو اللي كيفصل ياك ما بين الدالة الأولى وما بين الدالة الثانية، واضح؟ إذا غنبدي المرة الأولانية ندرس الإتصال في إي واحد، الدالة الثانية غندرسها في إي جوج، وموراها غيبقى لي موحد. دابا في الأول غنكون درست على موال إنفيني ناقص واحد ياك، والمرة الثانية غنمشي ندرس إكس كبير من ناقص واحد، راه معناتها ناقص واحد بلوس لإنفيني، فهمتي؟ غيبقى لي المشكل في هاد ناقص واحد. إذا الخطوة الأولى هي هادي، الثانية هي هادي، الثالثة غنمشي ندرس في داك ناقص واحد باش نكمل دي اف اللي هي اغ، حيتاش اغ اسيا مولا فين حتى بلوس لانفيني. اذا العدد اللي صغار من ناقص واحد داخل في الداله الاولى، اللي كبار من ناقص واحد داخل في المجال الثاني او الداله الثانيه، وبقى لنا الاشكال غير في ناقص واحد باش نربطوا بها المجالات، صافي. كيفاش واضح هاد النقطه ولا والو؟ انا نعاود هادشي هذا، انا نعاود، ركز معايا مزيان باش انا كنقول لكم التمرين هذا خصو التركيز، هاد التمرين هذا خصو شويه ديال التركيز، وخصو يتعاود المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن كنظن زعما الافكار راه واضح، ماشي زعما يعني شي حاجه مستحيل تفهم، غير خصك شويه تركز وصافي. شوف نكتبو هادي هاجي في حالك اف اكس مزيان، ركز ركز الله يرضي عليك، ركز عاد بالله من الشطار راشد. شوف عندك هذا، هاد الداله هادي، غنمشيو ندرسو على الاتصال في هذا المجال هذا اللي سميناه اي واحد، هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه غنمشي ندرس لك اسيدي الاتصال في هذا المجال هذا اللي سميناه اي جوج، مزيان. اذا دابا انا غنكون درس من مول انفيني ناقص واحد في هذا المجال هذا، وفي المجال الثاني غنكون درس من ناقص واحد بلوس لانفيني. غادي يبقى لي كيفاش غادي نشرك هذا المجالات باش غنشركهم بناقص واحد. اذا الخطوه الثالثه غادي نمشي ندرس الاتصال في ناقص واحد باش نشرك المجال الاول مع المجال الثاني. دابا راه الامور باينه، ما عندك فين تتلف. اذا شحال عندنا الخطوات؟ عندنا ثلاثه، ندرسوا هذه في المجال اي واحد، ندرسوا هذه في المجال اي جوج، ومورا ندرسوا الاتصال في النقطه ناقص واحد، باش ماشي نبدا التمرين وبقاو التلاميذ ما عارفينش حتى شني كندير، غير ماشي انا كنجرب ثم مورايا كتجرب، هذا كيوقع. باش التلاميذ ما كيفهموش، لا خصك تعرفني اول حاجه انا شني باغي ندير، عاد راه نشوفو شنو غادي نخرج. اذا انا عندي ثلاثه الخطوات في هذا السؤال، اول حاجه ندرس هذا الاتصال اي واحد، هذا الاتصال اي جوج، ومورا غادي ندوز ناقص واحد.
اذا غادي يجي هنايا نبدا بدل الاولاني غادي نقول له اش هاجي نقول له كسبوا شي للمغاير هذا ديال الخطوه الاولانيه غادي نقول له لينا دروس اتصال شكون دال ديالنا الاولاني شنو السميه ديالها غنسميو حنا 3 اكس اسيدنا خلونا في السميه ديالها 3 اكس اسيدنا زائد اكس ناقص 1 واقيلا 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 لا زائد 2 اكس ناقص 1 نفس هادي زائد 2 اكس ناقص 1 على من غنطلعو على اكس اس 2 ناقص 1 مزيان لندرس اتصال هادي على علاش اين مجال على هاد المجال وهاد المجال هذا شكون هو راه سمينا في الاول اي واحد باش نعرف شكون هو هو موانفين حتى الناقص واحد المجال مفتح صافي اذا على موانفين ناقص واحد والمجال مفتح هذه هي الخطوه الاولانيه اللي غادي نبدا بها مزيان هاد الداله هادي ملي كنجي ندرس الاتصال هاد الداله هادي عباره عن اش عباره عن داله جذريه يعني فونكسيون غاسيوني اذا هاد فونكسيون غاسيوني حسب ما درسنا شنو قلنا قلنا دو فونكسيون غاسيوني اي كونتيني سور سون دومين دو ديفينيسيون يعني الداله الجذريه جا سيدي العربيه قال لك كل داله جذريه متصله على مجموعه تعريفيه شنو هي الداله الجذريه دابا نعاود من الاول اما راه الشيء هذا ديجا هضرنا عليه وشرحنا في القاعده الداله الجذريه اولا لي فونكسيون غاسيوني هما لي فونكسيون كيتكتبوا على شكل اش كيتكتبوا على شكل بولينوم على بولينوم يعني حدوديه على حدوديه هادو هما لي فونكسيون غاسيوني يعني هادو هما الداله الجذريه كتلاحظوا فوق حدوديه وتحت حدوديه ياك ادي اس 2 اذا هذه فونكسيون غاسيوني اذا هذه علاش كتكون متصله حسب القاعده متصله بمجموعه التعريف ديالها اذا اول حاجه اجي نحددوا مجموعه التعريف ديالها اللي بقى عاقل معايا في الفيديو الاولاني هذه باش كنا رمزنا لها رمزنا لها باف واحد اولا هذه ما كناش سميناها اف واحد وكنا حددنا الدي اف واحد شكون هي شكون اللي باقي عاقل ما تكونوش عاودوا كنقراوها سوا قلنا هي موال انفيني ناقص واحد اتحاد ناقص واحد لواحد اتحاد من واحد بلس لانفيني اصقول هادشي هذا منين جبتيها الاستاذ غنقول لك تفرج في الفيديو اللي قبل منه فاش جينا نحدد الدي اف ليا اخ راه كنا هضرنا حددنا مجموعة التعريف ديال هاد الدالة وقلنا راه هي موال انفيني ناقص واحد ناقص واحد 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 بلس لانفيني صافي اذا هاد الدالة حسب القاعدة علاش كتكون متصلة على مجموعة التعريف ديالها وشكون هي مجموعة التعريف ديالها هي هادي صافي اذا غادي نجي كيفاش غادي نجاوب غادي نقول اسيدي اكس هذا 3 اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 1 على من على اكس اس 2 ناقص 1 غادي نقولوا له ماذا غادي نقولوا له متصله على من هنا يا شباب لينا دوس اتصال على ما جا نقول اون فا ايتيدي لا كونتينيتي مثلا ديال هاد لا فونكسيون سور لانترفال موان زان ان اسيس ما كتبتهاش في فرنسا اذا غادي نقولوا هاد الداله مالا متصله على شكون مجموعه التعريف ديالها مسحوا هذه على موال انفيني ناقص واحد اتحاد ناقص واحد واحد اتحاد واحد بلس انفيني اذا هاد الداله هادي مالها متصله على الدي دي اف ديالها شكون الدي دي اف ديالها هي هادي غتقول لي منين جبنا نقول لك في الفيديو اللي سبق غتقول لي واش عرفتي متصله على الدي دي اف ديالها نقول لك اسيدي ها القاعده القاعده كتقول لك كل داله جذريه متصله بمجموعه التعريفيه اذا هادي مجموعه التعريف هادي داله جذريه وهادي مجموعه التعريف ديالها اذا راه متصله بمجموعه التعريف ديالها زيد حنا اين مجال بغينا حنا ما بغيناش هاد الدي دي اف حنا بغينا سيدي هاد المجال هذا اذا غادي نقول له اش غادي نقول له متصله على هاد المجموع ديالها مجموعه التعريف ديالها وبالخصوص على موال انفيني ناقص واحد هي متصله على هذا وبالخصوص على هذا علاش حتىش الا لاحظتي معايا هاد المجال هذا رد البال معايا مزيان هاد المجال هذا ما كتلاحظوش هو هذا يعني بحال نقول لك ان هذا ضمن هاد المجال يعني بحال نقول لك هاد موال انفيني موان زان راه فوسط دي دو اف واحد يعني فوسطة اذا الا كانت الداله متصله على هذا المجال كامل اذا بالخصوص راكم متصله على هذا صافي مزيان كان نمسحو هادي نمسحو هادي نمسحو هادي صافي واضح الشباب اذا قلنا هادي متصله على دي دي اف ديالها وبالخصوص على هذا المجال حيت هذا المجال هذا فوسط هذا مزيان شنو موراها علاش منين جبنا الهضره هذيك بقينا كنخربوا منين جبنا غنقولوا له لانها
دالة جذرية. باش هذاك اللي كيصححنا كيعرفنا بلي هادشي هذا منين جبنا. اذا غادي نقولوا هنايا كونتيني كونتيني سور موان لانفيني موان زا اونيون موان زا ان اونيون ان بلوس لانفيني. علاش؟ اولا اون بارتيكولييغ اون بارتيكولييغ بهذا الخصوص بارتيكولييغ سور موان لانفيني موان زا. علاش؟ كار سي ان فونكسيون مالا فونكسيون راسيونيل. ها لان حنا بينها متصلة مجموعة التعريف ديالها وبالخصوص على هذيك المجال. اذا هذا اللي ندرس اتصال هذا راح نبينه صافي. اذا هذه الثلاث المهمة ديالنا. ها الخطوة الاولانية ساليناها. الخطوة الثانية شنو اتفقنا؟ الخطوة الثانية ندرسو الدالة الثانية. اذا اللي ندرس اتصال الدالة الثانية شحال التعبير ديالها؟ راه مسحت شي هذا. الدالة الثانية شكون هي؟ هي 5 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2. كان 5 اللي ندرس اتصال اتصال يا شباب 5 اكس اس 2 زائد اكس قيل ناقص 1 ولا شي حاجه بحال هكا ياك. لا 5 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2 زائد اكس ناقص 2. ها هي على اين مجال؟ على المجال. شكون المجال ديالها؟ المجال ديالها هو اكبر من ناقص اكبر او يساوي ناقص 1. يعني هو عفوا هو ناقص 1 بلس لانفين. شي هذه راه ديجا هضرنا عليه. اذا ناقص 1 بلس لانفين مزيان. اذا على المجال ناقص 1 بلس لانفين. انت نسيتي مزيان. اذا هذه عباره عن اش؟ عباره عن بولينوم حدوديه. والحدوديه علاش متصلين؟ على سيدي انا تنسات لي نرجعوا للقاعده نقراوها. كل داله حدوديه متصله على اخ يعني تو بولينوم اي كونتينيو سور اخ. اذا انا في هذه اللحظه غادي نقول سيدي هذه الداله متصله على اخ وبالخصوص على ناقص 1 بلس لانفيني. علاش؟ حيتاش ناقص 1 بلس لانفيني راه انكلو ضمن او مخشيه في وسط اخ صافي. اذا غادي نجي غادي نقول له هذه الداله اللي هي 5 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2 مالا متصله على اخ وبالخصوص على ناقص 1 بلس لانفيني. علاش؟ لانها مالا داله حدوديه حدوديه مزيان. دابا غادي نجي غادي نقول سي دو كونتينيو سور اير en particulière sur h moins 1 plus l'infini. H car c'est une fonction mala polynomial. انتما عندك فين تتلفى صاحبي. هادشي هذا ساهل. انا ما عرفتش علاش بزاف التلام كيقول لك اريدي تعقدتنا. والله هادشي هذا ما فيه شي حاجه. تي هذا مجرد تقرا قاعده تخدم التمرين الاولاني الثاني صافي كيجي الله تيسر. درنا هادشي هذا راه معاود راه خدمناه فيديو 14 وحنا كنخدمو هادشي. دابا وصلنا لفيديو 17 ولا 18 وطلع لي في راسي هادشي هذا. علاش؟ وكل ساعه كنعاود نفس الطريقه بنفس لي زيكزون كيتبدل لنا غير الاعداد. ما عرفتش انا علاش بنادم كيقول لك انا هادشي ما كنفهمش. انا ما عرفتش علاش. المهم تاش ما داكشي ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه زعما راه هذا هنا ما نعاودو الهضره هذه. واش برغي القاعده بقى صباح حسس فيها مزيان صافي غادي يبان لك شنو كاين. المهم قال لك اسيدي قلنا ثلاثه الخطوات. الخطوه الاولى ندرسو الاتصال بهادي ياك. قلنا ندرسو على مصحف التخرج قداش مابقاش مرون الراس ديالنا. قلنا سيدي غادي ندرسو الاتصال ديالاش ديال هادي. على من غادي ندرسو؟ على دماج. احنا درسناه ها هي زيد. الخطوه الثانيه قلنا سيدي غادي ندرسو الاتصال ديالها ديال هادي على هاد الماجد. ها حنا سيدي درسناه ياك فيني. احنا درسناه زيد. انا نسيت واحد او يساوي زولت ياك. لاحظتوا معايا دي يساوي زولت من هنايا ما ردتلاش الباجي تنسحا وانا كنمسح كلشي مزيان. ها حنايا بينا المجال الثاني. شنو بقى لنا؟ بقى لنا العدد ناقص واحد
دابا حنا راه شوف ها المستقيم ديالنا، المستقيم المدرج باش نعرف راسي انا فين ماشي. ها انت مول لانفيني، ها بلس لانفيني. دابا انت قبيلاتي هضرتي لي على ناقص واحد من هاد الاتجاه، هذا هضرنا عليه، هذا هو المجال، هذه هو الداله الاولانيه، هضرنا على ليس سالينا منه. موراها في المجال الثاني اللي هو من واحد بلس لانفيني، اللي هو هذا كنا كنهضروا على ناقص واحد بلس لانفيني. ها ناقص واحد بلس لانفيني هضرنا عليه، ها هي شنو يبقى لنا؟ وباقي نخصم هضروا على ناقص واحد، حيتاش بزاف تلميع يقول لك علاش نهضر ناقص واحد، علاش ماشي بالضر نهضروا عليه. ولاحظ معايا الشباب مزيان، شوف لاحظ معايا مزيان، انا نكتب لك المجالس وانت غادي تعرف. عندك سيدي قلنا مول انفيني ناقص واحد، هذه الداله الاولى ياك. الداله الثانيه علاش هضرنا؟ هضرنا من ناقص واحد من بلس لانفيني ياك. مزيان، لاحظ معايا الجزء الاولاني هضرنا عليه والجزء الثاني هضرنا على الاتصال. المشكل اللي بقى لك هو انك تلاحظ ان هنا ناقص واحد، شوف هذا ناقص واحد المجال ديالها كيفاش عامل مفتوح، يعني حنا في هذا المجال هذا راه ناقص واحد ما كايناش، هذا المجال هذا راه ناقص واحد ما كايناش، علاش؟ حيتاش عندنا المجال مفتوح. اذا حنايا واش هضرنا على ناقص واحد على اليسار؟ دابا هذا اليمين ولا اليسار في الاتجاه هذا؟ راه اليسار. اذا حنا اليسار ما كايناش، وبالتالي ما هضرناش على ناقص واحد على اليسار. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا ناقص واحد، وهاد ناقص واحد واش اليمين ولا اليسار؟ ملي كتكون في الاتجاه هذا كتكون اليمين. واش هضرنا عليها؟ هضرنا عليها. وكيفاش عرفنا باش هضرنا عليها؟ حيت عندك مجال مغلق. اذا كنلاحظوا ان النقطه ناقص واحد ياك بقى فيها المشكل. ناقص واحد على اليمين تكلمنا عليها، راه حنا في الاول ملي قلنا في الثاني ملي قلنا ان الداله متصله على هذا المجال هذا ياك، متصله على هذا المجال هذا، راه اصلا هذا المجال هذا مالو دخل في ناقص واحد، ولكن ماشي ناقص واحد كاملة، لا ناقص واحد على اليمين. اذا بقى لنا واحد المشكل، ان ناقص واحد على اليسار راه باقي ما تكلمناش عليها. اذا شنو ناقصنا؟ دابا حنايا مشينا درسنا مول انفيني ناقص واحد ياك، ومشينا درسنا من ناقص واحد حتى بلس لانفيني ياك، وديجا تكلمنا في هذا المجال على ناقص واحد على اليمين. بقى لي واحد المشكل، هو انني ناقص واحد على اليسار راه ما تكلمتش عليها. علاش ما تكلمتش عليها؟ حيتاش هنايا كان عندي المجال مفتوح. اذا دابا الخطوه الثانيه شنو غادي، الثالثه شنو غادي نعمل؟ ما نمشيش ندرس في ناقص واحد كامل، لا غادي ندرس غير على اليسار. علاش؟ حيتاش اليمين راه داخله في المجال الثاني. لاحظ معايا، كتلاحظي ان ناقص واحد هنا المجال مغلق، ها كتلاحظي ان المجال مغلق. اذا راه كتما هضرنا على اليمين، دابا بقى لنا غير اليسار ناقص واحد. اذا غادي نجي في الخطوه الثالثه، فهمتي؟ هانت نسحب البركه هادي، هادي بوينتو كان خصك ترد لو بال. راه الا لاحظتي معايا هنايا نرجعو نزيدو ناكدو، لا شوف 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 شو واحد التسلل، هذا تسلل. ها كيبان لك بلي انت نهضرتي الى ناقص واحد على اليسار، ولكن انت راه ما هضرتيش عليا. علاش؟ شكون السبب؟ هاد ناقي هاد المجال مفتوح، راه انت في هاد اللحظه فاش كيكون عندك المجال مفتوح فرا ناقص واحد لليسار ما دخلهاش في هاد المجال. اذا انت في الحقيقه راه ما هضرتيناش الى داك ناقص واحد، انت قلتي بلي الداله متصله في هاد المجال، ولكن ناقص واحد ما دخلهاش في المجال، اذا انت ما هضرتيش الى ناقص واحد على اليسار. هادي خصك ترد لبان. اما الى جيتي المجال الثاني غادي تلاحظ ان هنا هضرتي الى ناقص واحد، ولكن ناقص واحد على اليمين. علاش؟ حيتاش المجال مغلق. اذا انت في الحقيقه راه هضرتي على ناقص واحد ولكن على اليمين. شنو اللي باقي ناقصنا؟ ناقص واحد على اليسار. اذا انا غادي نجي الخطوه الثالثه، غادي نقول اسيدي لندرس اتصال اف على في ولا على يسار ناقص واحد. انظا اتيدي لا continuité de f à gauche يعني لا اليسار دو موانز. هادشي اللي غادي نمشي دابا نعملو في هاد الخطوة هادي. مزيان، هادي القاعدة ديالها اش كتقول لك؟ ليميت على اليسار. اسيدي تنساتنا، نمشيو للقاعدة ديالها. هاي f متصلة على اليسار يعني f continue à gauche de x0 ça veut dire la limite à gauche est égal l'image يعني ليميت كتساوي السرعة على اليسار. إذا أنا باش نبين أن إف متصلة شنو خصني نمشي نحسب؟
خصني ملي نمشي نحسب ليميت ديال اكس كتكون ناقص واحد، ولكن على اليسار، حيتنا كنهضروا على اليسار. شنو خاصها تساوي؟ خاصها اف دو اكس اش خاصها تساوي؟ خاصها تساوي لك اف ديال ناقص واحد. اذا دابا السؤال شنو هو؟ نمسحوا هذا باش ما نتلوش. السؤال شنو هو؟ دابا هاد ناقص في الاشاره وهذا واحد هنا، هذا ناقص راه زعما الاتجاه واش اليمين ولا اليسار. اول حاجه دابا شكون هي اف ناقص واحد؟ منين نجيبوه؟ نرجعوا للداله. منين غادي نجيبو اف ناقص واحد؟ يلا نشوفكم واش عاقلين عليا. منين نجيبوها؟ ديما كنقول لك باش تحسب الصوره ليماج غتمشي تقلب لي الرمز اللي فيه او يساوي. او يساوي شكون اللي فيهم الرمز او يساوي؟ واش هذا ولا هذا اللي فيه او يساوي؟ انا ما كيهمنيش واش اكبر ولا اصغر، لا انا كيهمني اللي فيه او يساوي. شكون اللي فيه او يساوي؟ هو هذا. اذا هذه هي الداله اللي غادي نخدم بها. اذا شنو غادي نجي؟ غادي نمسح هذه وغادي نجي نحسب اف ديال ناقص واحد اش كتساوي؟ هي 5 فيما شفت اكس نعوضها بناقص واحد زائد ناقص واحد زائد جوج، عفوا ناقص جوج. لاحظتوا معايا كان من الاقواس حتى العدد سالب. اذا 5 هنا ناقص واحد اس 2 هي واحد، واحد في 5 5 زائد في ناقص 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 جوج، إذا هي 5 ناقص 3 ماشي ناقص واحد ناقص جوج ناقص 3 هي جوج. إذا إف ناقص واحد شحال هي؟ هي جوج. إذا غنجي هنايا شنو غادي نعمل؟ هايدا غادي نجي لهاد البلاصة هادي، غادي نقولو أسيدي بلي إف ديال ناقص واحد كتساوي جوج. إذا هادي حسبناه، ندوزو أسيدي نحسبو الليميت. ها الليميت ديال إكس كتكون ناقص واحد ولكن على اليسار، صافي. اف دو اكس اللي هي لا ليميت ديال اكس كتكون ناقص واحد على اليسار. شكون هاد اف دو اكس اللي غنخدم بيها؟ نزول هاد. شكون هاد اف دو اكس اللي غنخدم بيها؟ شكون؟ نرجع انا شني بغيت؟ بصح هادي تي دابا هذا كامل هضرنا عليه في الفيديو السابق. كنقول لك ملي تجي تحسب على اليسار شي عدد شوف لي الرمز اصغر، وملي تبغي تحسب على اليمين شوف لي الرمز اكبر. دابا حنا فين محتاجين؟ محتاجين لليسار. اذا الاكبر معنا من هاد اللوبي هنا راه زعما نمشي نشوفو، غنمشيو نشوفو الرمز اللي فيه اصغر. فين اللي فيه اصغر؟ الاول ولا الثاني؟ الاول. اذا هنا دالة ناخذ غناخذ هاد الدالة هادي. اذا اف دي اكس باش غنبدلها؟ غنبدلها فهياش 3 اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 1 وقيلا هي هادي زائد 2 اكس ناقص 1 وهادي هي اكس اس 2 ناقص 1 مزيان. الا جينا عوضنا غادي ديك 3 في ناقص 1 اس 2 زائد 2 في ناقص 1 ناقص 1 متحت ناقص 1 اس 2 ناقص 1. اذا هذه غادي تعطيني 3 في 2 3 في ناقص 1 اس 2 هي 3 في 1 هي 3 ناقص 2 ناقص 1 واحد ناقص واحد. اذا هذه 3 ناقص 3 0 هذه، اذا هذه غتعطيني 0 على 0 صافي. 0 على 0 فورم انديتيرميني مزيان. هاد فورم انديتيرميني كيفاش غادي نزولو؟ ديما شنو كنقول لكم؟ او لاحظ معايا كيفاش كنتعامل مع النيات. كنقول لك شوف الا كان عندك 0 على 0 0 على 0 وعندك لي بولينو حدوديه، شنو خصنا؟ خصنا التعميل اللي هو غيسموه فاكتوريزاسيون. الا كان عندك لي راسين كاري يعني جذر مربع كنضربو في الكونجوغي اللي كنسميوه المرافق. دابا هنا عندي لي بولينوم لي بولين، اذا شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل واحد الفاكتوريزاسيون. مزيان، نبدا بالداله الاولانيه. شكون هي؟ هي 3 اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 1. شنو غادي نعمل؟ ديما كنعمل طريقه هورنر. شنو هي طريقه هورنر؟ كيفاش عامل؟ سبق ما هضرنا عليه. كنحل القوس كنعمل اكس كنعمل ناقص القاعده وكننزل داك العدد اللي اكس كتقول ليه فين كتقول ناقص واحد. اذا الشباب هاد ناقص مع هاد ناقص القاعده اش غادي ترجع؟ يعني ناقص القاعده مع هاد ناقص واحد شنو كترجع؟ زائد واحد. شنو نعمل القوس غنشد صافي. اذا هادي طريقه بسيطه باش نعمل. شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر اكس ناقص حدود القاعده وغنزل هاد العدد اللي عندي هنايا. بحكم ان عندي ناقص واحد راه هاد ناقص مع هاد ناقص غادي ترجع زائد واحد، هذه كتبتها انا هنايا. مزيان، حل القوس اخر. شنو غادي تعمل؟ غادي تشبر لي سيدي هاد 3 اكس اس 2 غتقسمها لي على اكس وغادي تنزلها في هاد البلاصه. موراها غادي تشبر ناقص واحد غادي تقسمها على زائد واحد وغتنزلها في هاد البلاصه وغتقول لي
وهاد جوج اكس، هاد جوج اكس اسيدي ماشي شغلك فيها، ما كنحتاجوهاش، عندنا من عند لوبيك. اذا غادي نجي غادي نعمل 3 اكس اس 2، قلنا ليش غنقسموها؟ غنقسموها على هاد اكس، ياك ها هي اكس مشات مع اكس غتبقى لك 3 اكس. غادي نجي هنا نكتب 3 اكس، مزيان. غادي نجي عند هاد العدد ناقص واحد بالاشاره ديالو، نوزع ليش غنقسمها على زائد واحد، ناقص مع زائد، ناقص واحد على واحد هي ناقص واحد، اذا نجي نكتب ناقص واحد صافي. اذا هذا هو التعميل. عرفتي كتلاحظ ما عملنا لا قسمه القديمه ضيعنا لا وقت ولا محزان في البلاصه الطق طق الرق. هنا اللي غتملى عيده، هذه مشات هذه مشات ها هي دابا. هنا اللي غادي نزولوها، شنو غادي نعملوا في هذه اللحظه؟ هذه غادي نجينا بالليميت ديال هذه، ها هي الليميت ناقص واحد على ليس، باش غنبدل فوقانيه غنبدلها باكس زائد واحد 3 اكس ناقص واحد، مزيان. نزولوا التخربيق هذا من هنايا، ما عندنا ما نعدلو به. غادي نعاودو من تحت، هادي شنو قلنا؟ قلنا متطابقة هامة اللي هي اكس ناقص واحد اكس زائد واحد، شنو غادي يوقع؟ مشات هادي مع هادي، شنو غاتشيطلي؟ غاتشيطلي الليميت ناقص واحد على اليسار، غتبقى لك 3 اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد. دابا ملي كنختزلو مشى شكل غير محدد، إذا باش غنبدلو دابا اكس بناقص واحد، إذا هاد الليميت ما نكتبوهاش، إذا من 3 ناقص واحد ناقص واحد علامة، ناقص واحد ناقص واحد، أرا نحسبو 3 في ناقص واحد هي ناقص 3 مع ناقص واحد علامة على ناقص جوج، إذا ناقص 3 ناقص واحد هي ناقص 4 على ناقص جوج، هنا تساوينا هادي عفوا هنا هي ناقص جوج، إذا ناقص مع ناقص كترجع زائد، وأربعة على جوج هي جوج. دابا شنو خصنا نشوفو؟ حنا حسبنا هاد الليميت هادي شحال ساوتنا؟ ساوتنا جوج. والقاعدة شنو كتقولك؟ كتقولك أسيدي حنا اتفقنا في الأول آش، اتفقنا أننا غادي نحسبو الليميت ونقارنوه مع الصورة، إلا جبرناهم متساويين فراهم متصلة على اليسار، ما جبرناهاش متساويين فراهم ماشي متصلة. إذا شنو غادي نعملو؟ شحال هادي جبرناها؟ هادي شحال؟ هادي جبرناها هي جوج، وهادي هي جوج، هاي لاحظ معايا. هادي جبرنا هي جوج شتي اف ناقص واحد، وهاد اللي مش حجبرنا هي جوج. اذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو بما ان ليميت على اليسار كتساوي كيف ديال ناقص واحد، اذا اف متصلة على يسار ناقص واحد. اذا دابا الهضرة الاخرانية غادي نمسحو هادشي، علاه؟ حتى ما عندنا ما نعدلو بها، هادي كنت كنشرحلكم وصافي. اذا دابا غادي نجمع الافكار شنو عندنا؟ نبداو بالاول، غنعملو هادي غنسميوها واحد، هادي النتيجة الاولى ياك، غنعملو شي لون مغير، هادي غنسميوها واحد، يعني بين ان اف متصلة على هاد الماجي، مزيان. وهادي هي النتيجة الثانية، بين بلي متصلة على اليسار، بلي متصلة على ناقص واحد بلس انفين. شنو قلنا باقي؟ كان باقي ناقصنا غير الاتصال لليسار اللي هي النتيجة الثالثة. اذا غادي نجيو غادي نقولو له، غنقولو له دابا الخلاصه ياك، غادي نقولو من واحد واثنان وثلاثه نستنتج ان اف متصله على دي اف واللي هي اخ، غنقولو دابخي ان اي دو اي 3 ما كيكتبوش، يعني كنعمل بحال واحد الشريط هاي الاخراني هي اللي كنكتبو فيها ديك. دابخي 1 2 اي 3 اون ديدوير ان سانجو اون ديدوير كو اف اي مالا اي كونتينيو سور دي اف اللي قلنا هو اخ، صافي امور واضحه الشباب. عندك ني فين تتلف؟ ما عندك فين تتلف، عندك وقعت بالكتابه بزاف ولكن ما كاينش مشكل. لان تبين تينا الاتصال بالداله الاولى راه مصفى التخربيق، غادي تبين الداله الاولى انا في الاول رسمنا الطريق، علاش باش ما تدهش؟ اذا غنبين المره الاولى راه بينا ان هاد الداله متصله على هاد المجال، وبين هاد الداله متصله على هاد المجال، وفاش بقي وصلنا لناقص واحد جبرنا بلي عندنا المشكل غير في ناقص واحد غير على اليسار، اللي ماشي مدرسنا على اليسار، صافي واضحه الشباب. كنتمنى تكون هاد التمرين هذا واضح، وهاد التمارين هادو حضيو راسكم معاهم الشباب في الامتحان، راه كيتحطوا بواحد الطريقه كبيره، يعني هادو هما واخا كيبانو لكم رونين ولكن تمارين مهمه، ماشي داك التمارين زعما غير كنخدمو بيوم ايدا وصافي، راه التمرين هذا يقدر تجيبو في الامتحان مصنط،
فهمتيني كيف؟ فبالتالي الله يجازيك بخير رد الفعل صافي. اذا التمرين ما يجي ان شاء الله غادي نعطيكم تمرين بحال بحال وغير دلا نبدل صافي باش نزيدو نوجدو اكثر. اذا الشباب كنظن وقيلا وصلت الفكره، وكنتمنى زعما هاد الفيديو الا تعاودوه المره الاولى والمره الثانيه والثالثه، حيت اي فوا تعاودوه المره الاولى والثانيه والثالثه التمرين غتحسوا بلي راه ساهل، يعني في الاول جاكم صعيب وصافي. دونك نشوفكم فيديو ان شاء الله، فيديو اخر.